تعالوا بقى عاملين ايس كريم، عندنا زبادي، عندنا شوكليت شيبس يبقى دارك، ولو عايزينه بقى سعرات مفيش تبقى زبادي زيرو سعرات، ماشي؟ شوكليت شيبس دارك برضو لو عايزينه كده. في كمان زبدة فول سوداني وسوداني. هنعمل كده والشوكليت كده ها، وجايبين الستيكس بتاعت الايس كريم. هنعمل زبدة الفول السوداني دي اللي هتقلي الصوص وتخليه ماسك نفسه، الزبادي، خلاص كده. بص بقى هعمل ايه هنا، هجيب طبق كده واحط عليه ورقه الزبده وهدوب زبده الفول السوداني مع الزبادي، هي دابت خلاص، والسوداني والشوكليت شيبس. هجيب بقى كده ايه، كابشن، قول كابشن. هجيب ده العصيان بتاعتي، هنعمل كل كبشة كده اهو، كده شايفين بعمل ايه؟ كده اهو، كده اهو، كده اهو، خلاص؟ اوكي؟ زي ما هي كده بدخلها الفريزر، يا ريت ليله كامله. تطلع من الفريزر بعد ليله كامله هتطلع عامله كده. نطلعها هتطلع عامله كده، مش هتاخد اي مجهود. هنجيب صوص شوكولاته، لو شوكليت دارك طبعا عشان نكمل تبقى ايه كلها على بعض كده. طيب عقبال ما بس الشوكولاته دي تجمد،